يسأل عن صحة الحديث الذي فيه إن الذنب لا يسجل إلا بعد 6 ساعات حتى لو من الكبائر. هذا الحديث وإن حسنه بعض العلماء إلا أنني أرى أن إسناده لا يثبت، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد ورد ما يخالفه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى إذ يقول لملائكته إذا هم العبد بالسيئة أرقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة. والحديث مطول وله روايات، منها إن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي، والله أعلم، وليس فيه انتظار ساعات.